ثلاث نقاط مهمة أضافها النادي الأهلي لرصيده خلال هذه الفترة. ثلاث نقاط وصلت النادي الأهلي من النقطة 42 للنقطة 45، أعتقد ثلاث نقاط مهمة في وقت مهم وفي نفس الوقت راحة. طبعا بص يا كابتن، هو عدم اللعب ماتش بكره طبعا كان ماتش ديربي كويس جدا، والوطن العربي كله بيتفرج على الماتش وحاجه ميزه جدا. بس بالنسبه للنادي الاهلي تلات نقط مهمين جدا النادي الاهلي خدهم، تلات نقط الحمد لله حسمناهم خلاص بقينا 45 نقطه. الاهم من كده اللي كل تلات ايام ماتش يا كابتن اسلام، وعندنا حوالي اكتر من 10 او 12 ماتش ورا بعض كل تلات ايام ماتش، فده ضغط عصبي وضغط بدني على اللعيبه. فماتش زي ده يديك راحه اكتر، يديك تمرين اكتر، يديك تركيز اكتر، يخلي اللعيبه تعمل استشفاء اكتر، اللعيبه اللي كانت مصابه ترجع. يعني اليوم في الماتشات دي بتفرق عند اللعيبه، الريكفري بيفرق، اليوم 21 ساعه بتفرق. فلما يبقى حاجه زي كده الاهلي يحضر نفسه بقى للماتشات الجايه، عنده اكتر من اربع ماتشات ورا بعض في حوالي 12 يوم، عنده فاركو، عنده الداخليه، عنده طلائع الجيش، هيلعب تاني طلائع الجيش وبعد كده يخش على بيراميدز، فماتشات مهمه قوي الخمس ست ماتشات دول. فالاهلي يبقى داخل باريحيه، داخل وهو عنده 45 نقطه، داخل واخد فتره راحه، اخر ماتش كان من اربع ايام. فدي ميزه ميزات الاهلي في تاجيل الماتش، او الاهلي ما لعبش ماتش الزمالك، ميزات كتير قوي يا كابتن اسلام. فانا شايف حتى اللعيبه حتى بغض النظر عن الماتش، اللعيبه كانت مركزه جدا، مستر كولر كان مركز جدا، حتى انا علاقتي باللعيبه قريبه جدا، كل اللعيبه كنت بكلمها امبارح ما لهمش حاجه غير الماتش هيتلعب، نفسهم الماتش يتلعب الحقيقه جدا. يعني انا كنت لسه مكلم قفشه من شويه بصراحه، كان مركز جدا في الماتش وكان نفسه يلعب في الماتش، وكان كل اللعيبه بصراحه يعني عمرو سولي كل اللعيبه كنت بكلمها بصراحه، اللعيبه كلها مركزه، هدفهم واحد بس اللي هم عايزين يكسبوا لو كان الزمالك لعبوا بكره، حتى غير كده هدفهم الماتشات اللي بعد كده هم حاطين في دماغهم، هم الخمس ست ماتشات الجايين مفيش غير المكسب، حاطين في دماغهم الفتره الجايه بالدوري موسم 2023 2024 يبقى ان شاء الله بتاع النادي الاهلي مش بتاع اي حد تاني. فاللعيبه بصراحه كانت مركزه بغض النظر عن الماتش اتلعب او ما اتلعبش. فانا شايف اللي هي بالنسبه للنادي الاهلي حاجه مفيده جدا، النادي الاهلي ما لعبش بكره بسبب الراحه بسبب كتر الماتشات. يعني بس ضغط المباريات بيخليك تفكر او التفكير الدائم يبقى في التدوير، تدوير اللاعبين، النهارده عمرو بكره اسلام بعده محمد في طبعًا. كل المباريات طبعًا. الماتش ده هيفرق او راحه اللاعبين بكره هتفرق؟ يفرق بنسبه 100%. اللعيبه كتر الماتشات كل ثلاث ايام ماتش يا كابتن اسلام، ال 24 ساعه بتفرق مع اللعيب. يعني ممكن مثلا ماتش هتلعبه الاربع هيتاجل يوم واحد، بيفرق جدا استشفاء، بيفرق جدا، واحد عنده شد، واحد عنده حاجه في رجليه، واحد عنده حاجه في جسمه، اليوم الواحد ده بيفرق. التمرين الراحه ال 24 ساعه في الماتشات ده يا كابتن اسلام بتفرق. وكمان مستر كولر بصراحه الماتشات اللي فاتت عامل روتيشن عشان هو مركز جدا. انت عندك 30 لعيب نجم، 30 لعيب في النادي الاهلي كلهم نجوم، كلهم لعيبه مختلفه، كلهم عندهم اكشن، كلهم مختلفين المفروض. يعني حط اي حد، طبعا اللعيبه كلها كبيره، بيحط اي حد في الفتره دي كل هدفه وكل تركيزه الثلاث نقط. يعني حتى الاداء لو مش احسن حاجه هو كل في دماغه الثلاث نقط عشان عايز يركز يعدي بيراميدز او يعدي الاولاني. الخمس ست سبع ماتشات الجايين دول هيفرقوا مع النادي الاهلي بحاجه اساسيه جدا. وكمان يا كابتن اسلام الماتش بيجيب ماتش، مكسب بيجيب مكسب، والنادي الاهلي متعود على الضغط ده، والنادي الاهلي متعود اللي طول الوقت كل ثلاث ايام ماتش. فانا شايف الماتش ده اللي هو ما اتلعبش ده فايده للنادي الاهلي اللي هو ياخد راحه اكتر. يعني راحه اكتر وبالتالي تركيز اكبر في المباريات القادمه.